بعد إعلان قرار مفتي الديار المقدسة باستمرار إغلاق المساجد في فلسطين وحلول شهر رمضان، مما يعني أنه ليس هناك صلاة تراويح في شهر رمضان المبارك. خلينا نشوف رأي الشارع الغزي في هذا القرار وكيف راح يقضوا شهر رمضان. مصيبة. إن شاء الله تكون أحسن من قبل يا رب. فعلين خير يعني. أحلى إشي في رمضان بعد الإفطار هي صلاة التراويح. الأوضاع عندنا إحنا في غزة حيوية لكن حزينة بسبب المساجد وصلاة التراويح اللي مش راح نصليها زي كل سنة في رمضان، لكن الناس يعني عايشة حياة طبيعية ومبسوطة، لكن بنعمل من ربنا انه هذه الامور تتغير. بالذات احنا الستات احنا ما بنصليش في الجوامع الا بس في شهر رمضان، انه يعني يمكن بس الفتره الوحيده اللي بنزور فيها رمضان في ليله القدر وفي صلاه التراويح. عادي يعني هاي كل الناس بتمشي وبتروح، هاي البنوك كله ملزق ببعض وكله هاي كل الجماعات هاي الاسواق مليانه، ليش بيوت ربنا تسكر يعني؟ ليش هاي المول وكله فاتح؟ هاي محلات الكل بخش فيها، ليش بيوت ربنا تسكر؟ التراويح والله احنا يعني إذا الأمر اضطر أنه يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم، اضطر أنه الإنسان يلجأ مثلا في بيته خوفا من أضرار، فهذا الأمر يعني احنا بندعي الناس أنه لا مانع، ورب العالمين يعني شايف إيش الأمور كيف بتكون إن شاء الله خير.